قال لوقا البشير: كان جميع الذين في المجمع يشهدون ليسوع ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه، ويقولون: أليس هذا ابن يوسف؟ فقال لهم: لا شك أنكم تقولون لي هذا، أيها الطبيب اشفي نفسك، وكل ما سمعنا أنك صنعته في كفرنحوم اصنعه أيضا هنا في وطنك. ثم قال: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبالحق أقول لكم، أرامل كثيرات كن في إسرائيل أيام إيليا، حين أغلقت السماء 3 سنين و6 أشهر، وحدثت مجاعة شديدة في كل البلاد، ولم يرسل إيليا إلى أي منهن، بل أرسل إلى امرأة أرملة في صرفة صيدا. وبرص كثيرون كانوا في إسرائيل أيام إليشاع النبي، فلم يطهر أي منهم، بل طهر نعمان السرياني. فامتلأ جميع الذين في المجمع غضبا حين سمعوا ذلك، وقاموا فأخرجوه إلى خارج المدينة واقتادوه إلى حرف الجبل المبنية عليه مدينتهم ليطرحوه عنه، أما هو فجاز في وسطهم ومضى. حقا والأمان لجميعكم. بهنهار المبارك اللي عم نحتفل فيه بعيد مارلياس، بجدد معايدتي لكل اللي بيحملوا هالاسم، وبنطلب من ربنا انه يبارك حياته. بهالزمن لهالموسم بالصيف عادة بتبلش مواسم أعيادنا بضياعنا وبمدننا، منصير نحتفل بأعياد قديسينا واحد ورا التاني، ومع هالأعياد بنحمل البركة والصلاة والفرح لهالضيع، لكنايسنا ولمدننا. بس ليش بنحتفل بأعياد هالقديسين؟ ليش بنعيد لهم؟ ليش بنصلي لهم؟ ليش بنكون حقيقة عم نفرح بأعيادهم؟ أول شيء نحن بنحتفل بأعياد قديسينا تنكرمهم، لأنه هالأشخاص عايشوا حياة يكرموا عليها، وكل إنسان عمل شيء منيح بالحياة عادة بنكرمه، فكم بالأحرى هالقديس اللي عرف يعطي كل حياته لله. تاني شيء نحن بنعيد أعياد قديسينا تنصلي لهم ويتشفعوا فينا، لأنه ربنا هو الوسيط يسوع الوحيد، يسوع المسيح اللي من خلال الصليب خلصنا، يشرك هؤلاء القديسين بعمله بوساطته تيكونوا حقيقة عم يحملونا بصلاة ويرفعونا أمام الرب. نحن كنيسة وحدة، كنيسة الأرض وكنيسة السماء هي كنيسة وحدة بتصلي لبعضها، القديسين بيحملونا بصلاتهم ونحن بنحمل موتانا بصلاتنا، كل واحد منا بيحمل التاني تنكون سوا عم نعيش هالمسيرة لعند ربنا. ثالث سبب والأهم اللي بيخلينا نصلي ونعيد أعياد قديسينا هو أنه نتذكر أنه بمسيرتنا بطريقنا نحو الرب في علامات ربنا نقاهن واختارن ووضعن تيكونوا عم يساعدونا. القديسين هني مثال ونموذج بمسيرتنا لعند الله، القديسين هني نموذج لحياتنا تنمشي هالدرب بسهولة أكتر. دربنا أوقات بتصير صعبة، دربنا أوقات بتصير بطل مبينة، بطل واضحة، فيها كتير عسرات، فيها كتير صعوبات. نجي وبنطلع بهالمناسبات بأيام أعياد القديسين وبنقول لا، هالأشخاص كانوا بشر مثلنا، كانوا ناس عيشوا على أرضنا، عيشوا صعوبات يمكن أوقات أكتر من صعوباتنا بكتير، بس رغم هيك ضلوا محافظين على إيمانهم. لهيك نحن كمان مدعوين نعيش مثلهم، ناخدهم نموذج لحياتنا ومثال ونتمثل فيهم. واليوم بعيد مارلياس أنا وياكم رح نتأمل بإيليا النبي اللي حقيقة بيعطي غنى كتير كبير لحياتنا. من خلال إيليا نتعلم نكون عم نفتش ونبحث عن الله. إيليا هو الباحث عن الله، مثل ما بيخبرنا كتاب العهد القديم، مارلياس صار يفتش عن الله وياخد هيك فتش عنه بكذا رمز، بس السؤال المطروح وين بدي لاقي الله؟ وين لقى إيليا الله؟ خبرنا الكتاب المقدس انه إيليا النبي لقى الله بالنسيم العليل،
بهالنسمة الخفيفة من الهواء الحلو، قدين احنا بحاجة لها هلا بهالشوبات. فإذا هونيك الله بهالنسمة الخفيفة، بهالهدوء، بصفاء القلب ونقاوة الحياة. ربنا مش بالضجة. أيام كتير منفتش عليه بالمعجزات الكبيرة، أيام كتير منفتش عليه بالأعمال الخارقة، ولكن الله هو بقلبنا بحياتنا. بهالوقت اللي بقعده أنا بيني وبين ذاتي عم فتش عن حضور الله بحياتي. كمان إيليا هو النبي. أوقات نحن منفكر أنه النبي هو اللي بيتنبأ بالمستقبل، هو اللي بيعرف المستقبل. مش مهم إذا بعرف المستقبل أو لا، مش مهم إذا بعرف شو بده يصير بكرة أو شو بده يصير بعد بكرة، مش هذا هو المهم. النبي هو الإنسان الذي يعرف إرادة الله ويعلن هذه الإرادة للبشر، هذا هو النبي. هالإرادة هي لكل زمان ولكل مكان، هي هي في الأمس واليوم وإلى الأبد. لهيك بنفكر أنه عم يحكي عن المستقبل، لأنه كلماته هي كلمات مناسبة لكل وقت ولكل زمن. هذا هو النبي. النبي هو الإنسان اللي بيعرف كلمة الله، اللي بيعرف إرادته وبيعرف يعيشها بحياته. لهيك إيليا هو حامل سيف الحق، هو الإنسان اللي بيعرف يحكي الحقيقة واللي قال الحقيقة بكل حياته. وهالحق أبرزه وظهره وكان بالنسبة له هالقد مهم وقت اللي قال غيرة بيتك أكلتني. قدين احنا اليوم عنا غيرة حقيقية على كل ما يخص الله، على كل ما يخص بيته، على كل ما يخص كنيسته. قدين عن جد ربنا متقد بحبنا لكنيسة ربنا. هذا سؤال على ضمير كل واحد ووحدة منا. قديش نحن اليوم بعدنا نحترم هالمكان اللي الله حاضر فيه، نحترم هالقيم اللي بتعبر عن الله، قدي بعدنا بنفتش تنعيش إرادة الله بحياتنا. ثالثاً، إيليا هو النبي، هو الإنسان، هو الباحث عن الله، وأيضاً هو الواثق بحضور الله بحياته. ما خاف إيليا من كترة كهنة البعل، ما خاف من قوتهم، ما خاف من جبروتهم، ضل واثق بحضور الله بحياته وركع أمام الذبيحة وطلب النار الإلهية تتكون عم تلتهم ذبيحته. بقلب كل الجفاف اللي كانوا عايشينه، بقلب كل المقاس اللي كانوا عايشينه، بقي إيليا واثق بحضور الله. نحن اليوم يمكن ظروفنا صعبة وأيامنا ضيقة، ويمكن هيك كلنا سوا عم نسأل ونو الله ليش الله تركنا بهالحالة. قدي أنا اليوم بقلب هالتعب عندي ثقة بالله على مثال إيليا. رابعا وأخيرا، إيليا هو الحي. الحي مش بس لأنه بيخبر التقليد وبيخبر الكتاب المقدس أنه طلع بالمركبة على السماء. بالآخر كلنا رح نطلع على السماء، ما حدا منا رح يبقى بالتراب. هذا إيماننا وهذا رجينا. موتينا منن تحت التراب، إنهم بالملكوت بالقيامة مع الآب السماوي. وإيليا أيضا بهالمكان. بس الأهم من أنه طلع بالمركبة النارية أو ما طلع بالمركبة النارية، هذا الجدل اللي دايما هيك بيضلوا يسألون الناس أنه عن جد طلع بالمركبة النارية أو شو الأهم. هو حي لأن الله حي فيه، لهيك هو حي، لهيك هو لا يموت. الإنسان اللي بيجعل من الله عايش بحياته، حاضر بحياته، ظاهر بحياته، ما ممكن الموت يغلبه، ما ممكن يكون الموت نهاية بالنسبة له. وهيك قديسيننا هن اليوم أحياء يمكن أكثر من وقت اللي كانوا موجودين على الأرض. مار شربل موجود بكل الدنيا، قديسي تريز كل الناس بتعرفها، قديسي ريتا كلنا بنصلي لها، مار الياس وكل قديسيننا هن معروفين اليوم أكثر بكتير ما كانوا معروفين وقت اللي كانوا عايشين على الأرض. إنهم أحياء لأنه خلوا الله حي من خلالهم على أرضنا، خلوا حال الله معلن من خلالهم على أرضنا، خلوا حياتهم هي حياة شهادة لحضور الله ولإيمان ولقيامة ربنا يسوع المسيح. نطلب من ربنا بشفاعة مار الياس أنه يبارك حياتنا جميعا، تنبقى كلنا سوا عم نفتش عن حضور الله، أنبياء عم نعلن كلمته حقيقة
عنا غيرة على كل ما يخص الله وأحياه، لأن الرب يسوع القائم من بين الأموات حي وحاضر بحياتنا. آمين.